بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. الرجولة مواقف وتحمل مسؤولية والتزام، والزوج في بيته هو السند والأمان، يراعي الكل ويوفر طلباتهم على الدوام، ده دوره وواجبه من زمان. راجل يعني يتعب ويشقى بكل شرف واحترام عشان بيته وأهله يعيشوا في أمان ويدلهم دايما كل الاهتمام. الراجل مش كلمة في الطاقة والعصمة ماسكها في إيده والسلام. الراجل الحقيقي والزوج المسؤول هو فعلا الراجل اللي على أهله قوام. القوامة ايه هي وايه هو مفهومها ويا ترى ايه هي شروطها ومعاييرها؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة ان شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيلة الشيخ السلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بسعادتك واهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدين. خذ التليفون ونكمل. مدام إيمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. الحمد لله. كنت بس عايز استفسر من الشيخ رمضان. تفضل. نبارك في عمره. تفضل. حضرتك، أنا جوزي متوفي، وكان قبل وفاته بفترة كان بيوصيني إن هو يعني إن بعد ما يتوفى إن أنا أدي الأخت من إخواته مبلغ. دلوقتي طبعا يعني الظروف بقت غير، وهو توفى، هو يعني طبعا الأمر بيد الله، وهو ما كانش في دماغه ان هو يتوفى قبل سن الميعاد. فهو توفى بقاله سنة، واخواته، انا ما عنديش ولد، واخواته شاركونا في الميراث. تمام. وطبعا ما فيش صلة رحم. هو المبلغ ده ليه؟ اكبر من تلت التركه؟ لا، ده اقل. طيب الاخت دي هترث ولا لا ترث؟ انا ما عنديش صبيان، هما الاختين يرثوا. اخت من الاختين هو كان قايل لي ان لو توفيت بعد سن المعاش ابقيتيهم ادي الاخت دي مبلغ. وانا لقيت في الاوراق هو كاتب وصيه ان هو يبقى المبلغ بدل مثلا 2000 يبقى 2500. مبلغ ايه يعني تقصدي؟ ان اديل الاخت من الاخوات المبلغ كامل، ولا تقصدي انه يبقى لو الميراث بتاعها 2000 فيبقى تزوجي؟ لا، هو الميراث بتاعها فوق ال 30000. تمام. هو كان قايل لي ان انا لو توفيت ابقي لها مبلغ 2000 جنيه. فانا وانا بقلب في الاوراق لقيته كاتب ان لو توفيت ابقي ادي الاخت دي 2500. هل انا اديها 2000 ولا 2500؟ ده حاجة. وهم ما فيش اي صلة ارحام حتى. انا لا، بس انا عايز اسأل سؤال لسعادتك. اتفضل. الوصية دي هي سداد دين ولا ايه؟ لا، مش سداد دين، ده هبة. طيب الاخت دي هترث ولا لا ترث؟ ترث. ازاي؟ مش فيه اخ ذكر ليه؟ لا، اخوه متوفي. يعني اخواته البنات هيرثوا؟ الاثنين ورثوا. طيب ما هو اصلا الوصية كده غير مقبولة. يعني ليه يا شيخ رمضان؟ لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني ما وصيش بحاجة زيادة لحد هيورث. أي بالضبط. فلو كانت أخته يا فندم لن ترث، وكان في أخ ذكر هو اللي هيرث، وهي محجوبة مثلا، كنت أقولك نفذ الوصية المكتوبة. هو موصي حضرتك يا مدام إيمان ان انت ال 2500 يبقوا كل شهر؟ لا، هو قال لا، ده هي مره واحده. اصل هما بيقولوا لي في الكنترول. لا، مره. تمام. مره واحده. بص يا فندم، الاصل ان هذه الوصيه لا تجوز، لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه لا وصيه لوارث الا اذا كان الوارث صاحب حاله خاصه. يعني ايه؟ اب عنده كل اولاده اصحاء وفي واحد منهم مريض. تمام. فجم خصص حاجه للمريض. اب كل اولاده متزوجين واحد منهم اعزب، فجم خصص حاجه للاعزب. تمام. اب كل اولاده متعلمين وفيهم واحد جاهل، فجم خصص له حاجه. يبقى لابد للتخصيص من سبب، انما بلا سبب زي ما حضرتك بتقولي لا. يعني بلغيها بهذا الامر. هي تعرف ده؟ لا، هي ما تعرفش. الكلام بيني وبينه هو، وانا مش عايزه. بس لو هي عايزه من جواها تديها؟ لا، تديها ولا ما تديهاش؟ لا، هي لو عايزه خلاص. اصل كلمه عايزه وراضي دي هو ما فيش اي كلها ارحام. يعني انا جوزت بنتي حتى ما اتصلوش ببنته. يعني ما فيش حتى ده ملوش مقياس في موضوع الوصيه يا فندم. تمام. المقياس في الوصيه انها وارثه ولا وصيه لوارث بس. خلاص. تمام. خلص الكلام. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ اتفضلي. حضرتك دلوقتي انا عندي بنتين. بنت منهم انا جوزتها، والبنت الثانيه عندها 9 سنين. فهل تسع سنين؟
واللي فيه الورثه في مجلس حاجه صغيره. هل انا ينفع ان انا اكتب لهم حاجه على حياه عيني ولا ده حرام؟ تكتبي يعني ايه؟ يعني اكتب لهم يعني انا مثلا عندي بيت باسمي، هل انا ينفع ان انا اكتب البنات فيه كام شقه؟ ثلاثه. عايزه تكتبي شقه باسم البنتين او شقه لكل بنت؟ لا انا عايزه اكتب لهم هم البيت كله. لا اكتبي شقه لكل بنت واتركي الباقي ميراث. تمام بس يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. تحت امرك. نورتينا يا مدام ايمان. ايه الشروط اللي تكون موجوده في الراجل فنقول هو يملك القوامه؟ يكون راجل ونخلص بس. ما هو ربنا قال الرجال. لازم يكون راجل يا فندم، لازم يكون راجل. وبعدين القران اشترط لي شرطين، شرط وهبي وشرط كسبي. تمام. شرط وهبي وهبه الله عز وجل، اداله مقومات القوامه بما فضل الله بعضهم على بعض. اداني قوة عشان اشتغل بره وهي مش بنفس قوتي عشان هتشتغل جوه. اداني يعني مواصفات كده من الشجاعة ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا عشان انا ليا دور معين. فاداني المقومات اللي تؤهلني ان انا اقوم بهذا الدور. تمام. عشان همسك فاس وهضرب في الصخور، مش هقول للست اعملي كده. تمام. وانا مش هقدر اقف في المطبخ عشان مش عارف كذا، او هي لها دور وانا ده طبيعي جدا. فربنا ادانا مقومات تعين كل واحد فينا على اداء المهمة التي كلفه الله بها. مش معناها انا احسن منها، لا، كلنا كل حد ليه دوره. ايوه كل حد له ايه؟ دوره. وبعدين احنا بنعمل ايه؟ بنكمل بعض. مش معناها انه كل جنس الرجال افضل من كل جنس النساء، لا. ما كان ربنا قال بما فضل الله الرجال على النساء، لا، قال بما فضل الله بعضهم على بعض. ده واضح ان فيها ايه؟ تداولية، فيها حركة. تمام. فكم من نساء مفضلات، كم من نساء مفضلات، كم من سيدة سفيرة ووزيرة ومستشارة وعالمة وأستاذة جامعية، يا سلام، وقادرة تقوم بالدورين. أي قوي 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 على رأسنا. فمش بقى كونه راجل ولا يبقى أحسن من، لا طبعا. كل واحد أمام الله عز وجل، كله في الإنسانية سواء، في الكرامة سواء، في المسألة سواء، لكن بما فضل الله بعضهم على بعض، بالأدوار اللي بيقوم بيها، بالمواهب اللي بيقوم بيها، بالدور اللي بيقدر يقوم بيه. ده الشرط الأول الوهبي. تمام. ثم هنكمل. حاضر. بعد الفاصل إن شاء الله نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. مشاهدينا معنا مرة تانية، معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. قبل ما ناخد المكالمة يعني جات لي رسالة وأمانة من مدام هويدا أن حضرتك تدعي لبنتها. بالشفاء ولا؟ بالشفاء. الله عز وجل يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عجل لها الشفاء. اللهم عجل لها الشفاء. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يترك مرضا. اللهم ألبسها أثواب العافية وعافية الأثواب. اللهم اجبر كسرها، ارحم ضعفها، اشف مرضها، اجبر خاطرها، حقق آمالها، استجب دعاءها. يا رب عجل لها الشفاء. يا رب املأ قلبها سكينة وطمأنينة، واملأ جسمها صحة وعافية، واملأ بيتها غنى وسعادة. اللهم صب عليها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم لا تحوجها لأحد سواك، هي والحاضرين جميعا والمشاهدين جميعا. آمين. اللهم آمين آمين آمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. جر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أمي لو سمحتي، أنا متجوزة بقالي 4 سنين. في الأول كانوا كويسين جدا، تانيين وأنا حامل اكتشفت إن جوزي مدمن، مش عاطى مضرب، نفس الطرق. تدخلت أهلي وقفوا معايا، وكان مع ذلك بيفشل. وكان ايه؟ بيفشل، ما بيقدر رغم اللي هو فيه. فلحد ما فاض بيا، دخلت وين كان بيسافر السعوديه، وكان لسه نازل اجازه. فحضرته قلت له يا بابا انا حصل واحد وخلاص طاقتي خلصت ومفيش فايده معاه. فجيت قعدت عند والدي هنا 50 يوم، وعلى اساس ان هو كان بيتعالج تبع الدكتور. فطبعا بابايا اخد وعمل له تحاليل، فقال لي التحاليل طلعت نظيفه. تمام. دي احنا شاكين ان هي مش مظبوطه. مش والدك هو اللي خده؟ خده يعني عن طريق والدك مش هو؟
والدي بس ما كانش حابب ان والدي يكون في المعمل، ما كانش حابب ان هو يروح يعمل مع التحاليل. لا انا بسالك عن النتيجه، بسالك عن النتيجه عشان انت مين في النتيجه. اه كان معايا النتيجه ايه؟ تحليل، تحليل مخدرات. يعني احنا شاكين ان الدنيا فيها لا. فبابا قال ان انا لو رجعت واكتشفت الموضوع ده غلط فهي النهايه. فرجعت ما فيش 10 15 يوم، رجع قال لي انا انتكست ورجعت للشرب تاني ولا لا. فوقفت معاه بس بعلم مامته واخوه علشان انا مش هقف لوحدي. فمش ازاي ان انا ادخله في مشاكل زي ديت واعرف اهله ان انا مش اصيله بقى ومش واقفه معاه. كل ده كانوا اهله ما يعرفوش؟ ما كانوش يعرفوا، انما في الاخر هو. فبابايا كان تافه وبعت لي على اساس انه يروح له هناك معاه. فالكفيل بتاعه بعت له فلوس وحوالات اوراقه ودنيته وهيسافر يعني يظبط دنيته لمساله وقت. الفلوس دي اتشرب بيها وضيع معظمها على البيت وما كانش بيشتغل وما كانش بيظبط اوراق. نص الطريق هو. فاكتشفت رجع تاني، فعرفت اهلي واهله فتشوا في الموضوع تاني فاتاكدوا مدخلينه مصحه. قعد شهرين فالمريض العيد الكبير راح عرضانه من المشرف اللي كان معاه. من ايه؟ من المشرف اللي كان معاه؟ تمام. وطبعا اختفى فترة على كده عن السفر تاني وحاول ان هو يديني فيها ايه. فطبعا قال انا ما هربت، دي كانت مسألة علاج وعدت على 17 مصاريف زيادة فعشان كده انا هربت. فطبعا طيب احنا كنا ناوية ما زلت مصرة على الطلاق بس هو بيقول انه شاري وبيقول انه بقى كويس. فطب بابا طبعا بابا انت عندك اولاد؟ عندها سنتين. وعاوز مراتك، فانا طبعا ماليش اي حقوق. ليه مالكيش؟ لا مش مؤخر وما كتبوليش قايمه، لكن كتبولي في قسمه الجواز ان كل ممتلكات املك الجواز بس. فطبعا انا سالت محامي، احامي قال لي كفيله وان دي حقوقك كلها، ومحامي تاني قال لي لا ما ممكن تبقى كرسي وكنبه وما تقدريش تكبر. فلما بابا تلاقيه اللي هو شاري قال له تمام شاري بيتك ومراتك تنزيل 100,000 وهتنزيل على طلاق على بياض. فطبعا هو مش راضي، ازاي انتوا بقى حاطين قصادي ويعني ايه؟ طبعا كلام بايخ ملهوش لازمه. فبابا نازل بعدها ولقى انه اخذ الشيخ عنه وعرفه يعني ايه اللي حصل ما بينهم وكده. فالشيخ قال لي البطولات دي انا مش معاك فيها. قال له طب هي مش ليها مؤخر؟ هي بمثابة المؤخر. قال له تمام مؤخر يبقى تتفقوا على حاجه ما بينكم وتتأيد في الوسط ان ده تمام. عرضنا الكلام تاني ان احنا هنتمن المؤخر 50,000 بس وان الحاجات دي بمثابه ان هي امان وصداده ليها ما ترجعش بالغلط تاني. قال انا مش في مقدرتي. كلام تاني ولا خلاص يبقى انت مش عايز الوصولات عشان مطلعيننا احنا اللي عايزين خراب. امضي على قايمه ب 400,000 بس. طبعا برضه انتوا حاطين الحاجه قصادي وانتوا مش عاملينني واحنا اللي في الاخر وحشين واحنا اللي عاوزين خراب. طيب انت سؤالك ايه دلوقتي؟ هل يا ترى بكل اللي حاصل دوت انا ظلمه؟ قال عليه في حاجه المفروض اني كنت استحمل ما بيقولوا. انت عايزه تكملي ولا مش عايزه تكملي؟ انا مش عايزه اكمل لانه كذاب واكتشفت فيه حاجات وحشه ياما. الشيخ بيتكلم على الرجاله وهو مسلم في مكانته قدامي ما شفتش فيه حاجه. الناس الكويسه بتتكلم. ما كانش سرق، ما كانش ظهر، مش بتاع مسؤوليه. وانا مش عايزه اسال سؤالي انا هل يا ترى ظلمه؟ انا وحشه زي هما بيتكلموا؟ مين هما؟ اهله وهو. حاسه انك عملتي عملت بس هو مش شايف كده لانه هو إن انت لو كملتي تاني معاه ووقفتي جنبه المره دي ممكن يتغير؟ ما انا لو رجعت ليا شروطي انه يوم هو رافض فطبعا هي الدنيا مقفله واني ارجع واحاول تاني انا مش ضمناها لانه كذاب. انت جبت عفش في البيت يا استاذه؟ رمضان مش راضي يدينا. لا حضرتك ساعه الجواز فرشتوا الشقه مع بعض يعني انت وهم جابوا حاجه كده يعني؟ اه طبعا احنا الاثنين كنا قصاد بعض، احنا جبنا اللي علينا وهم جابوا اللي علينا. طب ازاي والدك ما يضمنش حقك ويكتب لك قايمه؟ هو كان مفكر ان هو متعامل وان هو قد الكلمه اللي كان داخل قايلها بس للاسف. حفظ الحقوق ملوش دعوه بالكلام ده يا فندم. خلاص تمام. طب انا دلوقتي هل يا ترى الحاجات دي حقيقي اللي هي حاجاتي وحاجاته؟ طب حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر. طب عيني يا مدام هاجر تعمل ايه يا شيخ رمضان؟ بصي حضرتك رقم
أكبر كارثة في الكون الإدمان. طبعا مصيبة، مصيبة بمعنى الكلمة، بر الإنسان طبعا. بتدمر أخلاقه، بتدمر صحته. ده ركس من عمل الشيطان فاكتنبوه. بقى أيا كان، هي اسمها خمرة، يسموها ويسكي، يسموها شامبانيا، يسموها بلاك أند وايت، يسموها ستانلي، يسموها إيه، مخدرات، يسموها بقى برشام اللي بيسموه ده، ترامادول، تمادول، زومبي، أيا كان هي إيه. كارثة من الكوارث. يسكر لا يسكر، حرام وكبيرة من الكبائر، وكارثة من أكبر الكوارث. كل مسكر حرام وكل مفتر حرام، وربنا بيقبل من جميع الناس إلا المدمن. حتى في ليلة القدر وفي غيرها، سيدنا النبي بيسأل سيدنا جبريل: ما فعل الله في حوائج أمة محمد؟ قالوا: نظر الله إليهم فعفى عنهم وغفر لهم وقضى حوائجهم إلا أربعة. مدمن خمر؟ لا، لحد ما يتوب. إن تاب، تاب الله عز وجل عليه، غفور رحيم وتواب كريم، والباب مفتوح. ارجع هتلاقي الباب مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو. خلي بالكم من أولادكم، خلي بالكم من أصحابهم، خلي بالكم من أولادكم. لما يعني تلاحظوا أن السلوك بيتغير، ركزوا، الله يرضيكم مع أولادكم، ركزوا كويس قوي، ركزوا مع الناس. دي نقطة. النقطة الثانية، اللي داخل يتجوز لازم يكون صادق، لازم يكون أمين. أنا بعامل ربنا جل وعلا في حاجة زي كده. طب أهله ما قالوش ليه؟ طب سيدنا النبي: جاءكم من ترضون أهله، ما قالش دينه بس، وقال إيه؟ وخلقه. يعني في مسألة ممكن حد يبقى متدين شكلا لكن ما فيش أخلاق، يبقى لازم الاثنين مع بعض. الخلق، أنت يا أبو البنت ما سألتش ليه؟ ما دورت. طب نقطة من أول الصفحة، ما حقها، ما أمنتش ليه حقها بالظبط. طيب هل هي من حقها اللي في البيت؟ آه. الزواج أصلا لما نيجي ندور على الزواج بياخد صورة إنه الزوج بيجهز كل حاجة، يوضبها ويفرشها وكل حاجة، ويروح يطلب البنت من أهلها ويديها مهر كده، ملهاش قايمة، هي خدت مهرها وياخدها بشنطة هدومها. لا قدر الله إذا حصل طلاق ليس لها اللي في، ملهاش، عشان خدت مهرها وهي ما جابتش حاجة أصلا. تمام. ليها مؤخر لو كان موجود، وممكن غالبا مبقاش موجود، ليها نفقة المتعة ونفقة العدة، وشكرا جزيلا، وكل واحد يروح لحاله. الصورة دلوقتي مش موجودة. طب الصورة التانية اللي حصلت مع المتصلة الكريمة، هي ما خدتش مهر أصلا، ما خدتش فلوس في إيديها. تمام. ولما جم يفرشوا الشقة فرشوها بالنص، فالعريس مثلا الطين، وأبو البنت فرش قطين. القطين اللي فرشهم العريس دول يعتبروا مهر البنت. طب والقطين التانيين دول فلوس والدها اللي موجود في الشقة بتاع مين؟ بتاع البنت. يبقى من حقها ان هي تاخده طبعا يا فندم. طب لو كان الوضع زي ما هي بتقوله بالظبط، وهي بتعامل ربنا جل وعلا، عجبني الكلمة تالة، لو انت شايف ان فيه امل انه يتغير كملي معاه، كملي عشان خاطر ربنا وكملي علشان خاطر البنت. لا يأستي وفعلا ما فيش علاجه، من حقك ان تطلقي ولست ظالمة. هي كمان ممكن تكون قلقت من فكرة ان هو برضو مش عايز يمضي على حاجة، وعمال يقول لهم لا اصل انتوا كده حطيلي ده شرط. حطين وماله، ايه المشكلة؟ حطين، انا بأمن بنته. حطين، عجبك اهلا وسهلا، مش عجبك براحتك. احنا بنتدارى ليه؟ ده حقوق يا جماعة، ده بيتحط للي احنا مأمنينهم طبعا. فما بالك بقى ان هو اساسا طبعًا. يعني زي ما بيقولوا كده، ما يقولش ما عايز يا فندم، ده حق. يقول اللي هو عايزه، ده حق. كسف ليه من حق؟ قول ايوه حطينك، ولا انك مش امين عليها. بعض الناس بقى تلعب ايه، انت بتخوني. ايوه بخونك، لان انت مش امين عليها، انت كدبت عليا. ايوه بخونك، انت بتأمئ مشيها. يعني انت لو مش صادق معايا ما خوناكش ليه؟ هل انت حافظت على الامانة؟ انا اديتها لك، انا مدي لك حتة من جسمي. هو انا بنتي ايه؟ ما هي بنتي جزء مني. انت ما حافظتش على الامانة. صح. وطلعت كذا وطلعت كذا وطلعت كذاب. فلا، ده انا لازم اامنها كويس. ده كويس ان انا موافق انها ترجع اصلا. فلا، لازم نخلي بالنا من الكلام ده. يا جماعة حافظوا عليكم، بنيصلح الحال يا رب. امين.